بسم الله الرحمن الرحيم This is the video for the rapid revision of cytology data show. Uh, the first picture shows the uh, blood vessel. Here we have the RBCs and here we have the lining of the blood vessel which has a characteristic name, a specific name called endothelium. Uh, the arrows point to the Uh, epithelium its type is epithelium وطبعا أحسن نقول endothelium لأن ده الاسم المخصص لل epithelium lining the blood vessels uh, and the heart its type is simple لأنها one layer squamous لأن عندي flat nuclei هذه هنا flat nuclei في flat cells uh, suggest two sites for it lung alveoli uh, bowman's capsule serous membranes دي ممكن أي اتنين منهم Identify the epithelial type. هنا عندي one layer of nuclei of the epithelium. يبقى ده هنا simple. طيب السيلز شكلها إيه؟ الش... السيلز شكلها cubical لأن عندها central rounded nucleus. وإن ال يعني الفيس بتاعها ده لايك like سكوير هي كيوبيكال طبعا من شكل من ليفل واحد أو من فيس واحد بتبقى شكلها زي المربع. طيب هنا نيم وان فانكشن على طول سكريشن ان uh, سايد يبقى ممكن نقول مدام سيكريشن يبقى جلانز يبقى من السهل او نقول السايرويد فولك او ممكن الدكت of the exocrine gland او ممكن كمان نقول ال uh, the second convoluted tubule of the kidney uh, black arrows point to the this is طبعاً junction ما بين الepithelium واللي تحته اللي هو connective tissue بقى ده اسمه البيزمنت basement membrane كلمة ap يعني فوق ابوف سيليوم يعني كونكتيف تيشو فالابيسيليوم لازم يكون على سطح الكونكتيف تيشو هنا هنجد عندنا في انذر تايب اوف عندي السيلز ار فيري تول بنسميها كولامنر والنيوكلي بتاعتها تبقى اوفل ان شيب ومين اللي بتبقى فيري يعني مور نير تو ذا بيز عن الاي الاكس تمام طب يبقى ده هنا Simple Columnal، طب أنا لقيت هنا في معاه داخل ما بينهم These Goblet Cells، لها Upper Expanded Part، like الـ 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 Goblet، Goblet يعني زي الكاس هنا، ولها Lower Cylindrical Part، فهي شكلها زي شكل الكاس، Lower Cylindrical Part، and Upper Expanded Part، الـ Upper Expanded فيه الميوكس، which dissolved during preparation of the section، giving this vacuated appearance. The lower cylindrical part contains the cytoplasm, the most of the cytoplasm, of course, and the uh, nucleus. Here we have uh, these columnar cells. خلي بالك إن this is, these are not the cilia. No, this is the top layer of the cell uh, provided with microvilli and have a thick coat. فبتاخد اللون الأسيدوفيليك اللي أنت شايفه ده. فلكن دولة مش السيلير يبقى زي هنا على طول the simple columnar with goblet cell uh, black arrow pointed to the goblet cell name its type طبعاً هنتكلم عنها من ثلاث uh, اتجاهات أولاً هنقول إنها exocrine هنقول إنها mucus secreting وaccording to the shape it is أو uh, number of the cells it is unicellular cell unicellular gland يبقى unicellular mucus secreting exocrine gland وان سايت على طول السمول small إنتست؟ intestine، أه هنا هنبص نلاقي what is the type of this epithelium؟ هنا لقينا إن فيه الكراودد crowded nuclei تقريبًا mostly يعني في الوضع اللي أنت شايفه ده هو ما بيزيدوش عن 3 layers بس crowded، كلهم قاعدين على بزمنبرين، وعندي السيلز cells are columnar، طيب، هنا أنا عندي في حاجة اسمها pseudo stratified columnar. في عندي سودوستراتيفات كلومنر نان سيليد وفي عنده ستيديو سيليا وفي عنده سيليا بس اللي عنده سيليا معاه جوبلت سيلفي يبقى اذا هنا ده سودوستراتيفات كلومنر نان سيليد طيب ليست تو سايز فور ذيس ابيثيليوم ده هيكون موجود في الممبرينس بارت اوف ذا ميديورا وممكن نقول السايت الثاني يكون الايه الفاز ديفرنس name one visible character طبعا the crowded nuclei giving false impression of a stratified epithelium وان طبعا هنا السيلز عندي فيه سيلز طويلة بتوصل للسطح ودي النيوكليس بتاعتها بتبقى لفوق وسيلز قصيرة من الكراودنس ما بتوصلش للسطح بتاع الابيثيليوم ودي النيوكليس بتاعتها بتبقى موجودة مور نير تو ذا base وده اللي بيدينا الفولس امبريشن ان انا عندي ستراتيفايد ابيثيليوم اللي هو وجود تو لايرز of the nuclei but it is false because all of them are resting on the cell, on the basement membrane. طيب نيجي بعد كده هنا الشكل ده مختلف خالص لقينا هنا فعلا crowded بس كمان يعني ادي سطر ادي اتنين ممكن ثلاثه اربعه بالكثير يعني هنا اتنين ثلاثه. ال crowded cells دي معاها ال سيلز cells الجوبلت cells وعلى السطح بتاعها في عندي الشعر ده السيليا. هنا السيليا غير خالص المنظر اللي احنا شفناه للتوب لاير اوف ذا اللي في الانتستين اللي هي في عليها الكوت فيري وان هي عليها مايكرو لكن هنا المنظر الفراغات اللي ما بين الشعيرات دي تقولي لي دي ان دي, 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 دي السيليا وانس انك لقيت الثلاثه كومباينيشنز دول على طول اللي هي السيليا والجوبلت والكراودد نيكلياي على طول ما فيش غير pseudo stratified columnar ciliated with goblet cell and motile cilia. Name the site على طول larynx trachea bronchial هو في الابر upper respiratory passages. Black arrow points to هنا السيليا. Yellow arrow points to goblet cells. Identify the epicillium. هنا بصينا لقينا ال layers of the كتير بقى أكتر من ثلاثة وأكتر من أربعة. آدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانيه يبقى اذا هنا ده على طول الاستراتيفايد ابص على التوب لاير اذا لقيت ان التوب لاير بتاعتي فيها فلات سكويمس سيلز يبقى ده استراتيفايد سكويمس ابيثيليوم